السلام عليكم احبائنا، مرحبا بكم عندنا في ريما بالكات سيزون. كما عودناكم خاوتنا جبنا لكم شومبرا جديده، ريفيرونس جديد وبري جديد. لا شومبر تاع اليوم اسمها نوفو جولد، لو بري تاعها 13,700,000 مع النقل والتركيب والكرسي وسرير صندوق هديه من عندنا اي لو سومي كوفر، يجي مهده مجانا مع كامل لي شومبر ديالنا. واللي حاب يستغنى عليه السعر تاعها ينقص 500,000، يعني السعر يرجع 13,200,000 بالنقل والتركيب والسرير العادي لو سومي سامبل. نبداو خاوتنا. لارموار تاعنا 3 بورت كوليسون كيما راكم تشوفوا، طول تاعها 2.31 متر، اما الارتفاع 2.15 متر. في البيبان تاعها تاع الطرف خاوتي انسيزيون انفيرس باللاد، وفيها دو تيروار لتحتها، بلاكاج بالدوري قيامه ما تخاف منه. الباب الوسط خاوتنا جي بلاكي فيها لاد واليكو بوندوري. لي ايطاجير تاعها خاوتي كيما راكم تشوفوا، فيها 3 ايطاجير كوتي دروات 3 ايطاجير كوتي غوش. اما في الوسط خاوتنا تلقاوها ثاني مقسومه، فوالا فيها لاترين تاع كوتي دروات كيف واش راكم تشوفوا في الكوتي دروات كاين ثاني في الكوتي غوش. نروحوا لطابل دو نوي. لطابل دو نوي تاعها فيها 50 سنتيمتر الارتفاع تاعها 1.18 متر، تجيب لانسيزيون انفيرس ثاني باللاد، فوالا خدمه ما شاء الله طري بيان فيني، تجي كامل اون بواروج وفيها ان سول تيروار تيليسكوبي، فوالا لولي تاعها 1.60 متر على 1.90 متر. خاوتنا الماطلة اللي يجي فيه 1.60 متر على 1.90 متر، بصح لولي تاعنا يجي فيه 1.65 متر على 2 متر. الارتفاع تاعو 1.25 متر، يجي بالانتيطاش، يعني ما تخافش منه هذا القماش ميم لو كان يطاشا، لانجات خفيفة تمسحو شغل ما صرالو والو. فوالا لا دوزيام طابل دو نوي. لو بتي دوسي تاعها يجي مرفود بلي بيتا بلاستيك، مرفود على الارض واحد 5 سنتيمتر. اي لو سومي كوفر كيما عودناكم بيان سور يجي كامل اون بوا روج طري بيان فيني ما شاء الله. هذا خاوتي اللي حاب ينقصو سعر تاعها يرجع 13,200، اما اللي حاب يديه مع النقل والتركيب بيان سور سعر تاعها 13,700,000. نروحو لاكوافوز. لاكوافوز تاعها خاوتي كيما راكم تشوفوا فيها 3 تيروار، 1.10 متر طول تاعها، اما الارتفاع 1.60 متر، فيها انسيزيو انفيرس باللاد. اقعدوا شوفوا الفيديو دوك نور لكم الاضاءه الليليه تاعها، فوالا 3 تيروار تيليسكوبيك اليكو بوندوري، وفيها ان تيروار سكري لهنا صغير، فوالا. ونذكركم باللي السعر تاعها هو 13,700,000 مع النقل والتركيب والكرسي والسرير الصندوق هذا هديه من عندنا. فوالا بيبان تاع الطرف خاوتي كما قلت لكم باللاد، والباب الوسط ما شاء الله شابه خاوت. المهم خاوتنا ما تنساوش تواصلوا معنا على الرقم 0561 57 51 96 56، ولا على الرقم الثاني واللي هو 0577 60 28 08. انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تلاقاو ان شاء الله في شومبرا جديده، ريفيرونس جديد وبري جديد. يعطيكم الصحه وسلام.